أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. ضبطت السلطات التركية الجمعة في ولايتي إزمير ومانيسيا نحو 70,000 قطعة أثرية، بينها نقود معدنية تعود إلى مملكة ليديا التي تعد أول من تداول النقود المسكوكة في التاريخ. تضمنت القطع الأثرية مزهرية من الفخار تعود إلى 11,000 سنة، كما ضبطت 6 نقود معدنية تدعى إلكترون، ونقود أخرى ذهبية وفضية وبرونزية تعود للحقبتين الرومانية والبيزنطية، إلى جانب الكثير من التماثيل والخواتم والأساور والتحف. أسس التونسي بشير البيجاوي شركة خاصة لتربية الأفاعي والحيوانات السامة، وهو الصياد الوحيد في تونس الذي يحمل رخصة صيد وطنية معترف بها من 3 وزارات. وأصبح صيد الأفاعي السامة مصدر رزق للبيجاوي الذي تمرس صيد الأفاعي على أيدي أشقاء والده وجده منذ قرابة 3 عقود، وهو يبيع ما يصطاده إلى معهد باستور للدراسات والأبحاث الطبية، حيث يربي الأفاعي التي يصطادها من الجبال والأحراش ويبيع سمها لمخابر المعهد المتخصص في إنتاج اللقاحات والأمصال. تمكنت مهندستان في ولاية شرناق التركية من تطوير جهاز تعقيم للهواء يستطيع القضاء على الفيروسات والبكتيريا الموجودة في الأماكن المغلقة. واستطاعت ويلدان يلدز آيدن مهندسة إلكترونيات كهربائية ونورجان باشاق مهندسة أنظمة طاقة من إجراء الاختبارات اللازمة على الجهاز بنجاح، ويأتي هذا النجاح نتيجة إصرار المهندستين على دعم الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. أعرب الخطاط التركي محمد أوزتشاي عن شعوره بالفخر إزاء كتابته لوحة مسجد آيا صوفيا الكبير، مبيناً أنه سبق له كتابة آيات قرآنية على ستار الكعبة المشرفة. وأردف أوزتشاي: لقد أكرمني الله بخط لوحة مسجد آيا صوفيا وقبلها بكتابة آيات قرآنية على ستار الكعبة المشرفة. أثبت علماء أتراك في جامعة بولاية إزمير أن تعاطي مادة النيكوتين الموجودة في دخان التبغ تؤدي إلى تخبط الجهاز المناعي وتجعله عدوانياً. جاء ذلك في بحث أجره فريق من العلماء برئاسة البروفيسورة نازان أويصال عضو هيئة التدريس بقسم علم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة 9 أيلول في ولاية إزمير. ابتكر باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو رذاذاً للأنف لإعطاء الأجسام المضادة الاصطناعية للمرضى، والذي يعتقد أنه سيساعد في وقف انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من أنه ليس لقاحاً تقليدياً، إلا أن الباحثين يعتقدون أن رش جرعة واحدة يومياً من الأجسام المضادة الاصطناعية من رذاذ الأنف أو جهاز الاستنشاق يمكن أن يوفر الحماية من الجراثيم القاتلة. لبى طبيبان يمنيان نداء واجب المهنة وذهبا لعملهما في المستشفى الوحيد الخاص باستقبال مرض فيروس كورونا المستجد بمحافظة تعز، على الرغم من مرور أيام فقط على زواج كليهما،
الطبيبان الشابان هشام وعمر لم يتركا زوجتيهما رغما عنهما بسبب حبهما لمهنتهما وشعورهما بواجب إنساني لا بد أن يقوما به. فهشام بدلا من أن يكون في شهر العسل جند نفسه لمعالجة المرضى واستقبالهم بالمستشفى، وعمر ترك زوجته بعد يوم واحد من الزفاف لينشغل طوال الليل في العناية بالمصابين بالوباء. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. من يزور قرية تونس بمحافظة الفيوم المصرية فسيعتقد لأول وهلة أنه يقف وسط لوحة فنية معلقة على ضفاف بحيرة قارون، مكسوة بخضرة خلابة ومحاطة بجبال تزيدها روعة وتحول شوارعها إلى معارض فنية. القرية الفنانة كما يسميها الناس هنا، والتي يولد أبناؤها بفطرة فنية نادرة، حيث استأثرت بشحنة هائلة من الجمال النابض في مختلف أرجائها. فرغم صغر حجمها إلا أنها تسخر بألوان بهيجة وتزدحم بالعديد من الفنانين ممن برعوا في فنون الخزف والفخار والرسم والنحت على النحاس. أول ما يجذب نظر المارة بتلك الشوارع الفنية هو ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز عمره 10 أعوام، والذي يجلس على كرسي خشبي وبعينيه الثاقبتين يركز على قطعة من الطين بين يديه الصغيرتين. أنامله الصغيرة تقوم بتشكيل قطعة من الخزف فيما تحرك قدميه الصغيرتين الدولاب ليلف القرص وينتهي من تشكيل قطعة الفخار ويحولها إلى قطعة فنية بسرعة وخفة ومهارة عالية، وكأنه فنان قضى عمره في صناعة الفخار. وفي زاوية أخرى فنان آخر في 30 من عمره يجلس وأمامه منضدة تعرض العديد من أعماله الفنية، وأمامه طبق نحاسي وبين يديه مطرقة وآلة حادة تشبه المسمار. يخط بمطرقته الجمال على إيقاع منتظم ليعيش بين عالم الخطوط، وبعدما ينتهي تخرج من بين يديه قطعة فنية مزينة برسوم أندلسية وخطوط فن إسلامي رائعة. وهكذا حين تتوغل بين جنبات هذه القرية الفنية ترى العشرات من اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية في مظهر من مظاهر الفولكلور والفنون التي زينت القرية والتي أصبحت مقصداً للسياح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا بالحلقة الماضية عن ارتفاع التوتر الشرياني، تعريفه وتصنيفاته بشكل بسيط. الآن نتكلم كيفية الوقاية من ارتفاع الضغط الشرياني وطريقة المعالجة المبدئية يعني بشكل عام. طبعا مثل ما قلنا، بعد ما يتم تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني يجب المريض فورا أن يتخذ إجراءات عاجلة من ناحية نموذج حياته. يعني المريض الذي لا يمشي يجب أن يمشي، لأنه أو الذي لا يمارس الرياضة يجب أن يمارس الرياضة، لأنه الرياضة والمشي من أهم العوامل التي تساهم في ضبط الضغط وتأخير إصابة به. مريض اللي عنده سمنة كبيرة يجب إنزال الوزن، لأنه يعني ضبط الوزن قد يساهم جدا في ضبط الضغط وقد يجعل المريض لا يحتاج إلى علاج أبدا في علاج الضغط. طبعا وجود الضغط موجود أمراض أخرى، يجب الأمراض الأخرى كم أيضا أن تضبط، سواء مرض الكليتين أو مرض السكري، لأنه يعني ارتفاع السكري سيجعل الضغط غير مضبوط والعكس صحيح. طبعا هناك وقاية من ناحية الأكل والطعام. المريض الذي مصاب بارتفاع التوتر الشرياني يجب أن لا يكون طعامه كطعام المريض العادي، يجب أن يكون حمية خفيفة الملح قدر الإمكان، يجب أن يكون بعيد عن الدسم والكوليسترول، يجب أن يبتعد عن شرابات معينة أو أكل معين مثل السوس وبعض المشروبات التي تناولها في مجتمعاتنا بكثرة وخاصة في رمضان وما حوله. يجب أن يكون الأكل قدر الإمكان مضبوط من ناحية السعرات الحرارية ومن ناحية كمية الملح الموجودة فيه. يجب المريض أن يكثر من الخضروات
بشكل عام من الفواكه اللي لم يكن مصاب بداء السكري يجب أن يعتمد على لحومات نوع معين من اللحومات معينة وخاصة لحم الأسماك وما حولها. المريض الضغط عادة لا يكفي نوع واحد عادة المريض دائما يطلب هو نوع واحد للضغط. نحن التوجه العالمي أن تكون هناك دائما مشاركة بين نوعين عشان المريض ما ينزعج من أدويته، فأعمل له هذا بشكل مبسط. مشاركة دوائين يخفف الآثار الجانبية للدوائين ويخفف من رفع عيار كل دواء، فبالتالي نحن أفضل أنه نشارك. طبعا هناك أدوية واسعة، لا يجوز مريض أن يأخذ دواء ضغط لمريض آخر دون استشارة الطبيب. عندنا رانج واسع كبير وجدا من أدوية الضغط، ولكل مريض يعتبر حالة خاصة، كل مريض يحتاج دواء الضغط الخاص فيه. يجب أن تجرى له بعض الاستقصاءات المخبرية، يجب أن تجرى له بعض الاستقصاءات سواء تخطيط قلب أو إيكو أو غيره للمريض الضغط في المراقبة الدورية خاصة إذا كان مصاب بأمراض أخرى. بعد هذه الفحوصات، بعد استجواب المريض، بعد قياس الضغط لعدة مرات، قد يستقر المريض على دواء واحد. استقرار المريض على دواء واحد لا يعني أنه لا يراجع الطبيب مرة أخرى فيما بعد، بالعكس لازم أن يراجع الطبيب خاصة إذا عمل تعديل في حياته، خاصة إذا أنزل وزنه، إذا بدأ يمارس الرياضة. يجب أن يراجع المريض، يجب مريض الضغط يجب أن يراجع الطبيب كل 6 أشهر على أقصى حد بإجراء الفحوصات الروتينية. هذه هي بشكل عام التوصيات حول ارتفاع التوتر الشرياني، طبعا والابتعاد عن الشدة النفسية مهمة جدا في ضبط الضغط الشرياني. إن شاء الله نتكلم فيما بعد عن عوامل الخطورة الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.